مساء الخير، نشرة الأخبار من بلادي، والبداية من العناوين. الجعفري يؤكد أن الدفاع عن الحج الشعبي بالجامعة العربية وجميع المحافل الدولية جزء من الواجب الوطني. بعد كلمته المؤثرة باجتماع الجامعة العربية، ممثلو القوى الوطنية في سوريا يحيون موقف الجعفري الشجاع بالدفاع عن المقاومة الإسلامية. في استمرار تقدم القوات الأمنية في هيت، عناصر داعش ينسحبون بشكل كامل من قضاء الرطبة. العبادي يمهل الكتل السياسية حتى نهاية الأسبوع الجاري لتقديم شخصيات من التكنوقراط لشغل حقائب وزارية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية أن الدفاع عن الحج الشعبي بالجامعة العربية وجميع المحافل الدولية جزء من الواجب الوطني. وقال الجعفري موجها كلامه إلى بعض الحكومات التي تنتقد الحج الشعبي أنه لولا هؤلاء المقاتلون لامتد داعش إلى جميع دول المنطقة والعالم. وأنا سعيد أيما سعادة أن أرى هذا التفاعل المعبر عن وجدان شعبنا بكل مكوناته بكل مناطقه، وليس كثيرا على الشعب العراقي أن دائما يتفاعل مع المواقف الوطنية. لا أملك إلا أن أعبر لكم عن خالص حبي وتقديري وشكري لهذا الحشد وبهذه السرعة وهذه الاستجابة. أود أن أثبت أن الدفاع عن الحشد الشعبي في الجامعة العربية وفي كل أندية العالم التي خطبت فيها ليس إلا جزء من واجبي اتجاه مجموعة نذرت نفسها وحياتها مستبسلة ومثلت درعا حقيقيا يصون العراق من غائلة الأعداء والأحقاد. ولتعلم بعض الحكومات التي تتنكر لأبنائنا الأبطال، فليعلموا لولا الحشد الشعبي في العراق لم تدت حشود الدواعش إلى بيوتهم، إلى محل عملهم، إلى عواصمهم، لكل مكان يتواجدون فيه. سيدركون ذلك ولو بعد حين. الحشد الشعبي ليس بدلة عراقية فقط، وليس طائفية، وليست قومية، إنما هي إنسانية متمحضة للدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان حل وإلى أي مكان رحل. قبلاتي لجباههم وتمنياتي لهم بالموفقية، ومن نصر إلى نصر مؤزر، وجزاهم الله خير الجزاء. وأضاف الجعفري إن ما قاله في الجامعة العربية بحق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قليل بحقه، عدا إياه رمز للمقاومة الإسلامية. وأما في لبنان فما قلت بحق السيد أبو هادي السيد حسن نصر الله كان قليلا بحقه. هذا الرجل سيد المقاومة، وهذا الرجل الرمز الذي مزج بين الفكر وبين التضحية والجهاد والتواجد الحقيقي، والذي آلى إلا أن يواصل جهاده دون أن يتعثر، حتى مع لحظة سقوط ابنه خر شهيدا سعيدا، لكنه ما أثر على اندفاعه، استمر في تلك الدقائق، استمر لأداء واجبه. قليل بحق السيد أبي هادي سيد حسن نصر الله ما قلته في الجامعة العربية. وكانت الحشود الجماهيرية قد استقبلت بحفاوة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية لدى وصوله مطار بغداد الدولي قادما من القاهرة، تعبيرا عن تأييدهم لموقفه الشجاع باجتماع وزراء الخارجية العرب التي رفض فيها المساس بالحج الشعبي وحزب الله اللبناني. عمر العامري والمزيد. ما إن وصل إلى مطار بغداد الدولي عائدا من جامعة الدول العربية في مصر، استقبل عدد كبير من المواطنين والسياسيين والأدباء والمثقفين وشيوخ العشائر الدكتور إبراهيم الجعفري
وزير الخارجية العراقي. استقبال مهيب وحفاوة واسعة لشخص الجعفري ولخطاباته التي صدحت مدافعة عن الحشد الشعبي بعد أن قال فيه وعنه إنه حشد حافظ على كرامة الأمة العربية. اليوم كنا محتاجين لصوت الدكتور الجعفري كما عودنا أن ينقل رسالة وينقل صوت شعب العراق كله وصوت الوطنيين والثوار في داخل أروقة مجلس وزراء الخارجية العرب. فالحقيقة احنا اليوم جئنا لاستقباله رد الجميل، لأنه كنا محتاجين مثل هكذا صوت يوصل إلى جميع العرب. احنا نشد ونؤازر السيد الجعفري على هذه الكلمة المشرفة المدوية، وكنا بحاجة إلى هذه الكلمة من وقت سابق، يعني من زمان لهذه الكلمة المدوية، لأن يعني الحشد حفظ كرامة وعرض ومو فقط العراق، للأمة العربية كاملة، لأنه داعش لا يستهدف العراق فقط، إنما يستهدف الأمة العربية والإسلام كامل. هتافات وشعارات رددتها ورفعتها الجماهير التي حضرت إلى صالة مطار بغداد الدولي لتؤيد مواقف الدبلوماسية العراقية بين دول العالم، وبخاصة على مستوى التمثيل العربي وما تقوم به من حراك يظهر حقيقة الدور الكبير الذي يقدمه أبناء الحشد الشعبي في سوح القتال. احنا مو مسمى يلقون علينا خطابات على السناد احنا ارهابيه، لا، احنا ابطال، ابطال من هذا البلد، حشد شعبي خالص من ابناء العامه، من السنه، من الشيعه، من الكرد، من كل الطوائف. ان شاء الله احنا نمثل العراق خير تمثيلا، لا سعوديه ولا غير السعوديه تمثلنا من احنا ارهاب. ونحيي السيد ابراهيم الجعفر على وقفته الشجاعه مره اخرى، لانه تصدى لنا، لان هو حكايتنا بالخارج، هو ممثل العراقيين وممثل هذا الحشد وممثل هاي المظلومية كلها. نشكر الأخ الجعفري الذي مثلنا خير تمثيل في الجامعة القمة العربية، والذي قال كلمة حق في حزب الله وأبطال الحشد الشعبي المرابطين حاليا في ساحات الوغاء. هذا وشددت الجماهير على أهمية الحراك الذي يبديه الدكتور الجعفري في منصب وزارة الخارجية، مطالبة إياه بالمضي قدما للسير في السياسة العراقية الخارجية إلى بر الأمان. ويأتي هذا الاستقبال الجماهيري للدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي تأييدا لمواقفه التي صدحت في جامعة الدول العربية التي ناصر من خلالها الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية. من داخل مطار بغداد، عمر العامري، بلاد الفضائية. من جانبه أثنى المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي على موقف الدكتور الجعفري بالجامعة العربية، مؤكدا أن كلامه يمثل رسالة واضحة إلى عوائل الشهداء والأبطال المرابطين في جبهات القتال، مفادها إن قادتكم ورجال الفكر والسياسة بقونا معكم. أن ما قاله الجعفري في الجامعة العربية كانت رسالة واضحة، رسالة أن الأمة تعتز بمن وقف من أجل عزتها وكرامتها ودافع عنها، وأن الأمة التي لا تمجد هؤلاء، وأن الأمة التي تعتبر هؤلاء إرهابا كما كان في القرار المؤسف والمؤلم كما عبر عنه الدكتور جعفري، هؤلاء هم الإرهابيون. كلمة الدكتور جعفري كانت تعبر عن ضمير الأمة الحي، عن ضمير الجماهير، كانت رسالة واضحة إلى عوائل الشهداء، إلى الجرحى وإلى المقاتلين، إلى الذين لا زالوا يرابطون على السواتر يدافعون عن عزة الأمة وكرامتها، أن قادتكم، أن رجال الفكر والسياسة والمبادئ باقون معكم، يؤيدونكم في كل محفل وفي كل موقف وفي كل موقع. أقدم تحية باسم كل هؤلاء المجاهدين وباسم عوائل الشهداء وباسم الجرحى والمقاتلين إلى الدكتور الجعفري وإلى موقفه المتجدد، وإننا على يقين أن الجعفري كما كان اليوم وكما كان بالأمس سيكون غدا، وسيبقى كما عهده أبناءه أبا وأستاذا وراعيا وقائدا وحكيما. تزامنا مع كلمة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقية المناصر للحشد الشعبي وحزب الله اللبناني، أقامت فصائل المقاومة الإسلامية مهرجانا للتضامن مع حزب الله وللإشادة بموقف الخارجية العراقية. حسين أحمد والتفصيلات.
الموقف كلمة والكلمة ثورة، وحين تجتمع الثورات تكون هناك حرية. مهرجان تضامني لفصائل المقاومة الإسلامية المنضوية في الحشد الشعبي، متزامنا مع كلمة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية وبسالتها في مناصرة الحشد وحزب الله اللبناني اللذين استهدفا خليجيا وعربيا لخدمة المحور الصهيوني باجتماع جامعة الدول العربية. نطالب الأمم المتحدة وكل الدول التي اعترفت بأن آل سعود وعرفان الجزيرة هم رعاة الإرهاب، نطالبهم أن يتخذوا المواقف الحقيقية والواضحة في الوقت الذي نثمن به موقف الحكومة العراقية الذي أعلنه وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري. موقف وزير خارجية العراق بالأمس حينما تحدث عن الحشد الشعبي وحزب الله وجعل الوفد السعودي يخرج لن يتحمل. لجم الانتهاكات الصارخة للشأن العراقي والتجاوز على أبطال الحشد الشعبي الذين وقفوا بوجه العصابات الإرهابية كان أهم محورين تدور حولهما المواقف، في وقت تكون للمكاشفة فيه حصة الأسد بفضح الجرائم التي يرتكبها داعش والجهات الداعمة له. الدكتور إبراهيم الجعفري عندما قال كل من وصف المقاومة الإسلامية في لبنان والحشد الشعبي بالإرهاب فهم الإرهابيين كان دقيقا وكان صائبا في وصفه. اليوم هذه المواقف المشرفة تأكد أن احنا فوق كل المؤامرات، فوق كل الخلافات، فوق كل المساعي الحديثة من قبل الطرف الآخر المعادي للحرية وللتحرر. حالة من التفاعل الجماهيري كانت له حظوة كبرى في إسناد موقف الدبلوماسية العراقية وجرأتها المعهودة. ألسنة الحاضرين في المهرجان نطقت بتطلعاتها تجاه القوى التي ساندت العراق في محنته وهزت عروش الأفاكين. عر العروش الخائفة واهدر بصوت العاصفة فالحق ما أعلى، هكذا هو حال فصائل المقاومة الإسلامية وحركات المناواة يعلو صوتها رغم أنف الطغاة. من بغداد حسين أحمد، قناة بلادي. ردت وزارة الخارجية العراقية على بيان الأزهر الذي اتهم فيها الدكتور إبراهيم الجعفري بالترويج لميليشيات طائفية في تحول واضح لموقف الأزهر إثر ضغوط من دول عربية حسب مراقبين. المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال قال إن وزارة الخارجية لا يمكن لها استغلال اللقاءات الدبلوماسية للترويج لوجهات النظر، مبينا أن موضوع الحج الشعبي هو من المبادئ والثوابت في السياسة الخارجية العراقية، وهذا ما تم توضيحه لشيخ الأزهر وكافة دول العالم، لافتا إلى أن هناك من يحاول تأجيج حالة الاحتقان الطائفي، إلا أن وزارة الخارجية نجحت في مسألة إثبات رسمية الحج الشعبي وإبعاده عن إلصاق أي تهم طائفية. وصف عضو مجلس الشعب السوري شريف شحادة دفاع الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقية عن المقاومة الإسلامية بأنه موقف حر وشجاع. شحادة وفي تصريح خاص لقناة بلادي قال إن السعودية هي الداعم الأول للإرهاب في المنطقة. موقف الجعفري هو موقف كل إنسان حر وشريف يدافع عن شرف المقاومة ويدافع عن إرادة الشعب في سوريا وفي لبنان وفي العراق ضد إسرائيل. وأعتقد أن خروج وزير الخارجية السعودية يؤكد أنه لم يستطع إجابة على ما قاله السيد جعفري في مبنى الجامعة العربية، وبالتالي يعرف أن الإدانة للمملكة العربية السعودية وليست لا للعراق ولا لسوريا ولا لحزب الله. يدعم الإرهاب هو المملكة العربية السعودية التي تحدثت أكثر من مرة عن دعمها للمجموعات الإرهابية على رأسها داعش والنصرة في العراق وفي سوريا. وأعتقد أيضا أن موضوع الإرهاب يجب أن يخضع لتقييم عالمي، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس أوباما اشتكى من أن السعودية دولة إرهابية. حيا ممثلي القوى الوطنية في سوريا والفصائل المسلحة الفلسطينية الموقف الشجاع الذي عبر عنه الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقية بدفاعه عن المقاومة الإسلامية في اجتماع الجامعة العربية. ناشطون سياسيون دعوا خلال جلسة أقيمت في ضريح السيدة زينب عليه السلام إلى نبذ القرارات الظالمة للجامعة العربية ضد الرموز الوطنية. تجتمع في دمشق القوى الوطنية السورية والفلسطينية للتنديد بما اعتبروه قرار الخيانة للجماهير والقضايا العربية، فع
فقرار بعض الأنظمة الهادف إلى النيل من قوى المقاومة لا يخدم إلا إسرائيل وقوى التطرف في المنطقة، وأفضل طريقة للرد على هذه المحاولات هو المزيد من التماسك في المحور المقاوم والالتفاف الشعبي حول قوى المقاومة. خطورة القرار أنه يعطي شرعية للمؤسسات والدول العالم لمحاربة حزب الله، وأيضا هو يعطي غطاء للكيان الصهيوني أن عليك أن تحارب هذه المنظمة الإرهابية. دول عربية تقول أنها هي منظمة إرهابية، هذا هنا خطورة القرار. أيضا الخطر الثاني، نحن ندرك أن كل هذه الخطوات هي تأتي في خطوات تمهيدية لإعلان علاقات عربية مع الكيان الصهيوني بشكل رسمي. ممثلو القوى الوطنية السورية والفصائل الفلسطينية حيوا الموقف العراقي الذي عبر عنه وزير الخارجية العراقي السيد إبراهيم الجعفري في الجامعة العربية، معتبرين أن الموقف العراقي كان تعبيرا عن ضمير الشارع العربي الداعم لقوى المقاومة والذي تحاول بعض الأنظمة تغييبه بشكل لا يخدم إلا قوى التطرف. تكلم إبراهيم الجعفري بلسان أي مواطن عربي شريف، ولو أتيح المجال للشعوب العربية بأن تبدي رأيها لتكلمت كما تكلم الدكتور إبراهيم الجعفري. ونحن في هذا المكان أيضا صورة مصغرة عن العالم العربي الذي يدين هذه القرارات ويقف ضدها ويستنكرها ويقف مع خط المقاومة. واضح تماما أن هناك في تآمر على المقاومة وعلى محور المقاومة، وكان في موقف لوزير الخارجية العراقي متميز. نحن يعني ندعم مثل هذه المواقف، وأيضا على الآخرين أن يحذو حذو العراق وسوريا وكل من يدعم المقاومة ولبنان أيضا. من هنا نحن نقول أن الأهم الآن أن الأنظمة العربية الأخرى يجب أن تتراجع عن موقفها، خاصة الأنظمة التي مارست المقاومة في تاريخها. قرارات استهداف المقاومة تشكل برأي المجتمعين هنا في منطقة السيدة زينب دعما للإرهاب الذي ضرب هذه المنطقة بالتحديد مرات عديدة موقعا مئات الشهداء، كما تشكل بوابة لاستهداف المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها برأي ممثلي الفصائل الفلسطينية، كما يعتبر خطوة تمهيدية لبعض الأنظمة كمقدمة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي. بعد أن قالت الجماهير العربية كلمتها الداعمة والمحتضنة للمقاومة، فلا قيمة بعد الآن لمواقف بعض الأنظمة العربية التي تحاول مصادرة قرار الشعب العربي. سامر زرقة، بلاد الفضائية، من منطقة السيدة زينب، ريف دمشق. يبدو أن موقف الدكتور الجعفري بالجامعة العربية بوجه المتطاولين على الحج الشعبي والمقاومة الإسلامية سيبقى عالقا في أذهان أبناء الأمة، لأنه جاء ممثلا لإرادة الجماهير بالدفاع عن المضحين الحقيقيين عن كرامة الأمة ومقدساتها. أحمد العبودي، وتقرير بتوقيعه. العراق يضع حدا للمواقف والتصريحات التي تدلي بها بعض الدول العربية ولا سيما الخليجية من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة. وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري يرد على الذين تطولوا على الحشد الشعبي ويضع الجميع أمام استحقاقه، فمن يتهم الحشد وحزب الله بالإرهاب فهو إرهابي. هذه كلمات التي نطق بها وزير الخارجية ستظل عالقة في أذهان سامعيها ولا سيما الذي ولا مذعورة. حزب الله هو يواجه إسرائيل والحشد الشعبي يواجه داعش، ولذلك كلام الدكتور الجعفري وزير خارجية العراق كان في محله حتى يخلق الصدمة لأولئك الذين يعيشون على أوهام داعشية. ولذلك نحن حقيقة نثمن ونقدر هذا الموقف الشجاع، وهو لا يقل بطولة عن أولئك الذين يقاتلون داعش في تلال حمرين وفي الثرثار. هذا الموقف السياسي الدبلوماسي هو قول الحقيقة، ولذلك نحن نقول ليعلم العالم، ليعلم الدول الإقليم بأن العراق ليس جيبوتي أو الصومال حتى يملى عليه. من قال أن العراق يقاتل فقط من أجل تحرير أراضيه فقد كان مخطئاً، فرجالات الحشد الشعبي والقوات الأمنية يقاتلون بالنيابة عن دول الجوار والعربية، ولولا الحشد الشعبي لكانت عصابات داعش على أسوار قصور أمراء الخليج. موقف عراقي في الجامعة العربية تقول عنه قيادات ميدانية أنه معبر عن الإرادة الجماهيرية ويحتاج إلى دعم من الجميع لإثبات موقف العراق تجاه المتطولين على سيادته.
هذا هو موقف يعبر عن رأي الشعب العراقي أجمع، سواء كان بكل أطيافه بكل قومياته، الكل كان يتطلع إلى رأي دبلوماسي خارجي يلقم من المتقولين والمتخرصين على الشعب العراقي الذي يتهم من يدافع عن أرضه ضد الإرهاب بأنه إرهابي. كنا نحتاج إلى لسان يسكت ويصم أسماع العصابة العربية التي اجتمعت على قتل العراق، وفعلا كان اللسان هذا هو دكتور جعفري. بناء علاقات مع البلدان تحتاج إلى احترام السيادة وعدم التطاول على الآخر، أما الذين يشنون هجمة شرسة بوجه ويتصفحون أمام عدسات الكاميرا بوجه آخر يحملون صفات هي الأقرب إلى الصهيونية. صفعة قوية توجهها الدبلوماسية العراقية إلى بعض الدول الخليجية، ولا سيما التي تتهم الحشد الشعبي بالإرهاب. موقف الخارجية العراقية الأخير في جامعة الدول العربية يؤكد بأن منظومة الدولة في البلاد موحدة إلى حد ما. من العاصمة بغداد، أحمد العبودي، قناة بلاد. تظاهر المئات من جماهير محافظة النجف الأشرف تأييدا لكلمة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي في مؤتمر الجامعة العربية، واستنكارا لموقف العربي الذي يدعو إلى إدراج الحشد الشعبي وحزب الله بلائحة الإرهاب. محمد الطلقاني والتفصيلات. بعد الكلمة الأخيرة لوزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، والتي تضمنت رفضه ورفض العراقي اتهام الحشد الشعبي وحزب الله بالإرهاب، خرجت الجماهير النجفية تأييدا لكلمة الخارجية واستنكارا للموقف العربي. نقول كل من لديه السلطة على إسكات هذه الأفواه وهذه المنابر التي تتكلم باسم الدين عليهم أن يردوا عليهم بأن الحشد الشعبي وأن حزب الله هم فئات حق ولا ينبغي التكلم عليهم. ما انطلق من السيد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري في الجامعة العربية إنما هو تعبير عن ضمير الشعب العراقي. السياسة الخارجية كانت انعكاس حقيقي للسياسة الداخلية. ما يجري في الشارع العراقي انعكس وصدح على لسان الدكتور الجعفري الذي تفاعل معه الشعب العراقي والشارع العراقي. تيار الإصلاح الوطني أعلن وقوفه بجانب الخارجية العراقية وتأييده للحشد الشعبي وحزب الله برفضه المطلق لكل اتهام يسلط على من حفظ كرامة العرب بدمائهم ونفوسهم. احنا نقف إجلالا وإكراما واحتراما لحشدنا الشعبي المقدس وللمقاومة الإسلامية المتمثلة بحزب الله وكل الفصائل الإسلامية المقاومة، ونشجب ونستنكر المواقف السعودية الجبانة. فعليه احنا نشكر ونقدم كل الشكر والتحايا الى موقف الدبلوماسية العراقية في المحفل العربي في الجامعة العربية، والكلمة المدوية الذي قالها السيد وزير الخارجية العراقي: الحشد الشعبي وحزب الله هم من حفظ كرامة العرب. تحية الجلالة أكبر الدكتور الجحفري الله يحفظه، لأنه أسس صدورنا، جزاه الله خير. هاي أول رسالة. الأولى رسالة ثانية، نحن مو غريب علينا الموقف العربي، موقف السعودية وقطر، تعودنا على هذا الموقف في كل جامعة ما يسمونها الجامعة العربية. هذا موقف ليس بغريب، ولكن نقول لهم وبصوت واحد: يبقى الحشد الشعبي وحزب الله تاج كل عربي، كل إنسان شريف. مواقف متعددة تعلن ثورة من الاستنكار ضد كل من يحاول المساس بأبناء التضحية والمقاومة. حزب الله والحشد الشعبي وجهان لنصر عربي واحد، هذا ما ردده أغلب المتظاهرين الذين أيدوا بقلب وطني كلمة وزير الخارجية الدكتور الجعفري بهذا الشأن الإيجابي الداعم. لقناة بلادي الفضائية، محمد الطالقاني، النجف الأشرف.
أعزى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تدهور الأوضاع في الأنبار سببها الخلافات السياسية وما ترتب عليها من تبعات. الجبوري خلال زيارة الأنبار ولقائه محافظها صهيب الراوي أكد في مؤتمر صحفي أن أوضاع المحافظة الحالية هي نتيجة للخلافات السياسية التي شهدتها في السنوات الماضية، ما يتطلب عقد نوع من المصالحة بين أبنائها. دعوتنا مرة أخرى إلى أبناء المحافظة وبالتالي أصحاب الحكمة وأصحاب الرأي السديد أن يفعلون دورهم في إزالة كل الخلافات والبدء بصفحة جديدة أساسها التعاون وأساسها الوئام ونبذ كل الخلافات السياسية والاجتماعية، لأن هذه الخلافات أوردت المحافظة ما رأيناه من وجود الإرهاب ومن وجود النازحين، لكن جهد الخيرين سينصب باتجاه تحقيق الاستقرار وهذا ما ندعوهم إليه. من جانبه دعا الراوي إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، مؤكدا أن هناك صندوقا دوليا لإعمار المناطق المتضررة يعمل بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية. حقيقة إعمار المحافظة يحتاج إلى جهد دولي كبير. نحن نتكلم الآن عن إعادة استقرار أولي لكي ندعو المواطنين للعودة إلى مناطقهم. أما مشروع الإعمار فهو مشروع كبير، هناك صندوق لإعمار المناطق المتضررة وهو يعمل بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والرئاسات الثلاثة لعقد مؤتمر دولي لإعمار المناطق المتضررة، وأكيد الأنبار ستكون مشمولة بهذه الخطة. أكد قائد عمليات الأنبار اللواء ركن إسماعيل محلاوي أن العمليات العسكرية مستمرة في المحافظة حتى تطهيرها من داعش الإرهابي. المحلاوي وفي مؤتمر صحفي أوضح أن هناك خططا موضوعة للقطاعات العسكرية المشتركة لتحرير كافة أطراف مدينة الرمادي من إرهابي داعش. العمليات العسكرية مستمرة ونحقق تقدم كل يوم وتحرير مزيد من الأراضي والتغلب على عناصر داعش الإرهابية. في شمال الرمادي القطاعات تجاوزت منطقة الحامضية وهي الآن باتجاه مناطق البعبيد والببالي، واليوم الآن معركة تدور في تلك المنطقة وتغلبنا على عناصر داعش الإرهابي، إضافة إلى المحور الغربي قطاعات في قاطع غرب الرمادي تتقدم في مناطق أبو طيبان وزنقورة والقرية العصرية، والآن هي تقترب من منطقة العقبة، وهناك خطط أخرى لتطهير كل الأراضي التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. انسحبت عصابات داعش الإرهابية بشكل كامل من قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار. قائم مقام قضاء الرطبة عماد أحمد قال إن إرهابيي داعش هربوا من القضاء بعد تقدم القطاعات العسكرية المشتركة في أغلب المناطق المحيطة به. إلى ذلك قتل أكثر من 50 إرهابيا من عصابات داعش الإرهابية بقصف جوي على قضائه غرب الأنبار. مصدر أمني قال إن القصف استهدف خطوط إمدادات الإرهابيين في مناطق هيت وجبل والبغدادي وكبيسة وراوة غرب المحافظة. معارك الحسم التي تخوضها القطاعات العسكرية المشتركة في محافظة الأنبار أصبحت تسير بشكل سريع نحو تحرير المناطق التي كانت تقبع تحت سيطرة داعش الإرهابي بوقت قياسي وسط هروب جماعي لتلك الزمرة الإرهابية. محمد الشمري والمزيد. عمليات عسكرية موسعة تخوضها القوات الأمنية المشتركة ضد عناصر داعش في المناطق التي تقع بين مدينتي هيت والرمادي، حيث اقتربت تلك القوات من منطقة كبويسة المجاورة لمدينة هيت غربي الأنبار، وهو ما جعل عناصر داعش تتراجع وتهرب أمام تقدم القوات الأمنية. هذه العمليات العسكرية غرب مدينة الرمادي تأتي بالتوازي مع عمليات أخرى تخوضها القوات الأمنية في جزيرة الخالدية، حيث وصلت تلك القوات إلى منطقة الببالي وحققت تقدما فيها. مقاومة لداعش نتوقع إن شاء الله هيت أصبحت تحت سيطرة قواتنا الأمنية خلال الأيام القادمة. لا مقاومة لداعش، هروب واضح لداعش، هروب جماعي وكبير جدا. قواتنا الأمنية بتقدم كبير بإذن الله. منطقة الحامضية أصبحت تحت سيطرة قواتنا العراقية وإن لم تدخلها داخل مركز المدينة. هناك تقدم في مناطق البعبيد والببالي، نحتاج أكيد إلى زخم وزيادة المعركة وزيادة الأعداد وزيادة القوات وزيادة التعزيزات العسكرية من أجل حسم المعركة في جزيرة الخالدية بأسرع وقت ممكن.
وعلى الرغم من الطبيعة الجغرافية المعقدة لمناطق جزيرة الخارجية وكثرة البساتين فيها، إلا أن القوات الأمنية ما زالت تتوغل فيها، وخصوصا في منطقة البوبالي، حيث تم نشر قناصين محترفين يقومون بمهام الاستطلاع أمام تقدم قوات المشاة واستهداف الأخطار التي تواجهها. متقدمة، وإحنا كدور قناصين هنا بهذا البيت هسه اول بيت المتقدم هنا، اي جاي القطاعات مالتنا هسه حاليا طلعت من هنا ومن عندنا قطاعات، واحنا القناصين كدور قناصين ثلاث قناصين احنا هنا جاي نعالج امام القطاعات حتى نعمل لهم طريق. وبالاستناد الى طبيعه العمليات العسكريه والانجازات التي تحققت، فان القوات الامنيه في الوقت الراهن اقتربت من تحقيق هدفين استراتيجيين هما قضاء هيت ومدينة الفلوجة، سيما بعد تحرير مناطق شاسعة تفصل تلك المدينتين عن مدينة الرمادي. من محافظة الأنبار، محمد الشمري، قناة بلاد الفضائية. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس إسناد عشائر الأنبار حميد الهايس. أهلا بك سيد حميد. يعني بداية، رئيس البرلمان أكد أن الخلافات السياسية في الأنبار هي السبب لما وصلت إليه المحافظة، وفي نفس الوقت يدعو لإجراء مصالحة سياسية داخل المحافظة. كيف تقيمون هذه التصريحات؟ تفضل. أولا احنا نحيي قواتنا الأمنية على الانتصارات الكبيرة اللي حققتها في كل مناطق العمليات، وأبشر العراقيين أن داعش بدء انهيار كامل وتام، انسحبت من كثير من المناطق بدون قتال. معلوماتنا لصباح هذا اليوم أنه حتى من الرطبة بدأوا يخلون يعني معداتهم وأنفسهم خارج الرطبة، وكذلك منطقة البعليد جاءت من انسحاب بدون قتال، وهذا يدل على أنهم انهاروا بالكامل. أما بخصوص التصريحات والمصالحات السياسية، احنا ما عندنا خلاف فيها، احنا خلافنا مع الذين اعتلوا منصات الذل والمهانة والذين أتوا بداعش. احنا من صالح الدواعش ولا نصالح من اتابع داعش ولا نصالح المجالس العسكريه. هذول احنا بلغناهم عبر الرسائل الالكترونيه، قلنا لهم اذا انتم في كردستان احسبوا حسابكم، تعودوا على اللغه الكرديه وعيشوا فيها وتاقلموا مع الاماكن التي اوتكم، اما ترجعون للانبار ثانيه وترجعون بنفس الطلايب والمشاكل فهذا امر مرفوض نهائيا. لا توجد خلافات عشائريه بين ابناء عشائر الانبار، ولا توجد خلافات بين الكل، احنا الخلاف موجود ما بين سكان الانبار والذين اتوا بداعش. نعم، طيب سيد الكريم، ما لنا اي مصالحه مع هؤلاء المجرمين. نعم، هنالك مسؤولون اكدوا ان الانبار ستشهد انتصارات عسكريه، يعني هل تتوقعون حصول اختراق امني كبير بهذا الشان، يعني والاعلان عن حسم عسكري شبه كامل في المحافظه؟ احنا قناعتنا تامه بما رايناه باعيننا وشفناه من خلال المواجهات أن داعش انهارت تماما، ما أمامهم خيارين، أما الانسحاب خارج البلاد أو تسليم أنفسهم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها في كافة القواطع. نعم، احنا متأكدين أن النصر حاسم والأنبار ستعود بأقرب وقت ممكن بعون الله. نعم إن شاء الله. طيب ماذا بشأن عملية تحرير الفلوجة؟ يعني لماذا كل هذا الغموض الذي يلف عملية تحريرها؟ والله الفلوجة ليس ببعبع كما يتصوره البعض، وليس بمقاتلين إلوح راح يواجهون قطاعات، هم محاصرين منذ عدة أشهر، وضعهم في الداخل هزيل جدا، السكان رافضينهم نهائيا، يعني حتى مأوى ما بقى للدواعش، واليوم حتى في هيت يعني معلومات لا تشير أن مواطنين هيت بدأوا يسيرون في الشوارع ويدخنون السكائر اللي كانوا محرومين منها. أما الفلوجة بالتأكيد إحنا أكو تقدم أمني باتجاه الفلوجة بعد تحرير جزيرة الخالدية، تحكم السيطرة بالكامل على الفلوجة. أين يفر؟ الفلوجة مطوقة من أربع محاور، هناك قصف عليهم من قبل المدفعية الجيش العراقي وطيران القوى الجوية، أهداف منتخبة تنضرب على الدواعش داخل الفلوجة، فبالتأكيد إحنا متأكدين أما يسلموا أنفسهم أو ينسحبون، لأن ما أمامهم إلا هذا الخيار. نعم، رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ حميد الهايس، شكرا جزيلا. تولت قيادة عمليات صلاح الدين مسك الأرض في مناطق غربية كريت بعد تطهيرها بالكامل من عصابات داعش الإرهابية. وزارة الدفاع أكدت أن قوات الجيش بمساندة الحشد الشعبي سلمت مسؤولية مسك الأرض في مناطق غربية كريت الممتدة حتى بحيرة الثرثار إلى قيادة عمليات صلاح الدين بعد تطهيرها بالكامل، مشيرة إلى أن قائد العمليات أمر بتقدم الدعم الكامل من جهد هندسي ودعم لوجستي للقطاعات المرابطة هناك.
قتل العشرات من عصابات داعش الإرهابية بعملية عسكرية شمال شرق تكريت. مصدر أمني قال إن القوات الأمنية المشتركة أحبطت تعرضا لعصابات داعش الإرهابية على حقلي عجيل وعلاس النفطيين، ما أسفر عن مقتل 45 إرهابيا من عصابات داعش، بينهم مسؤولون بارزون هما المدعو أبو القعقاع المصري وأبو أسامة الأنصاري. وفي سياق متصل، قتل 13 إرهابيا من عصابات داعش ودمر عدد من آلياتهم خلال إحباط تعرض لهم شمال بيجي بمحافظة صلاح الدين. طالب نواب تركمانيون المرجعيات الدينية والحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بإغاثة أهل ناحية تازة في كركوك وتدويل قضيتهم من جراء الكارثة الإنسانية التي لحقت بهم بعد استهدافهم بأسلحة محرمة دوليا أدت إلى إصابة العشرات من مواطن الناحية. أدعو المراجع الدينية الرشيدة الوقوف مع معاناة أبناء الشعب التركماني في تازة خرماطة، وحث الحكومة المركزية وجميع الأطراف السياسية في القيام بواجباتهم الوطنية والدينية إزاء ما يحدث لأهالي تازة خرماطة. وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه المكون التركماني في العراق الذي تعرض إلى الضربة بالأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا، وذلك من قبل عصابات داعش، داعيا وزارة الصحة العراقية إرسال كوادر طبية متخصصة لعلاج الحروق الكيميائية. واليوم هناك مداولة حقيقية جدية في القيادة العامة للقوات المسلحة أن تتخذ قرارها الحاسم في تحرير بشير، وإن لم يتمكن الحكومة وعجزت الحكومة العراقية سوف تبقى معاناة التركمان في هذه المناطق وتدفع ضريبتها المكون التركماني. أكد سعد الحديث المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة أمهلت الكتل السياسية حتى نهاية الأسبوع الجاري لتقديم مرشحها. الحديث قال أنه سيتم عرض الأسماء المقدمة من الكتل السياسية على لجنة الخبراء ليتم اختيارهم وفق المفاضلة عن طريق استمارات مجدولة وضعت ضوابط معينة للترشيح، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل بشكل مكثف لمدة 10 أيام لتسلم الأسماء إلى العبادي ومن ثم يتم تقديمها للبرلمان، مضيفا أن رئيس الوزراء ألزم الكتل بأن تكون الشخصيات لشغل الحقائب الوزارية من التكنوقراط. أكد النائب عن التحالف الوطني صادق المحنة أن الوضع في البلاد يحتاج إلى معالجة جذرية وإصلاح مكان الخلل. المحنة لفت إلى أن الوثيقة التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي للكتل السياسية بخصوص التعديل الوزاري لم تعالج الوضع، مطالبا العبادي بالتدخل في تنفيذ الإصلاحات بعيدا عن إصدار الوثائق، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات ومواقع حكومة تعمل بصورة جيدة إلا أنها تحتاج إلى إعادة تنظيم وإزالة لمواضع الخلل فيها كالقضاء وغيرها. يبدو أن الحكومة العراقية تواجه الكثير من العقبات والصعوبات في مسيرتها نحو الإصلاح، لا سيما بعد دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى الاعتصام المفتوح على مداخل الخضراء في الجمعة المقبلة. عبد الله نوري والمزيد. لم تمر فترة طويلة عن إعلان السيد الصدر منح الحكومة العراقية فرصة للتعديل الوزاري، حتى أعلن من جديد عن استئناف التصعيد وزيادة الضغط على المعنيين بالإصلاح، رغم عدم انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء للكتل السياسية لتقديم مرشحيها للحقائب الوزارية الجديدة. مراقبون أكدوا بأن الفترة الراهنة لا تحتاج إلى كل هذا التصعيد، بل على الأطراف السياسية أن توحد القرار وتخرج بما هو مناسب. أنا أعتقد أي تشنج في قضية الإصلاحات لا يخدم العملية السياسية، لا يخدم المجتمع بصورة عامة. يجب أن تكون هناك تفاهمات واتفاقات على تنفيذ الإصلاحات وفق خطة تعلن أمام الكتل السياسية. أما أنه قضية التشنيج وقضية أنه محاصرة الإصلاحات بوقف زمني قصير، أنا أعتقد هذا كمن يريد الإصلاحات أن تكون شكلية. وتأتي دعوة السيد الصدر إلى الاعتصام المفتوح ونصب الخيم على بوابات الخضراء بعد يوم واحد على تقديم العبادي وثيقة التعديل الوزاري والإصلاحات إلى قادة الكتل السياسية. هذه التطورات التي بدأت تتزاحم على المشهد السياسي أضحت تأخذ حيزا كبيرا ضمن اهتمامات الأوساط السياسية، خاصة وإن الكثير بدأ يترقب لما ستؤول إليه الأيام المقبلة.
يعني يبدو أن السيد العبادي سوف لن يخرج من الدائرة التي وضع نفسه فيها. هذا الأمر يتطلب إجراءات، هذه الإجراءات إن لم يقدم عليها بسرعة وخلال هذا الأسبوع ربما سيتحقق ما لا تحمد عقباه من خلال الاعتصام. لذلك الإجراءات التي ينبغي على السيد العبادي أن يمضي بها هو أولا أن يسرع بتقديم قائمة الوزراء المنوي أن يكلفهم، وأن يعرض الأمر على البرلمان خلال هذا الأسبوع. صعوبات كثيرة وعقبات ربما توضع أمام الحكومة العراقية وهي في طريقها نحو التعديل الوزاري، يقابلها أيضا ضغط بعض الأطراف وعدم القبول بسقف زمني للتعديل، فضلا عن تمسك بعض الكتل بمناصبها داخل العملية السياسية. قد تتحول صورة المظاهرات في مقبل الأيام إلى الاعتصام المفتوح على بوابات الخضراء، فهل ستعجل الحكومة العراقية بإجراء التعديل الوزاري المنشود، أم ستفقد الأطراف السياسية أرضيات التفاهم وتدخل حلبة الصراع من جديد؟ من بغداد، عبد الله نوري، بلاد الفضائية. مشاهدينا، النشرة مستمرة وتتابعون فيها. وفد الحكومة السورية يصل جنيف للمشاركة في مفاوضات حل الأزمة، وموسكو تدعو المعارضة للتخلي عن مطالبها بتنحي الأسد. الجيش اليمني واللجان الشعبية يحبطون محاولة العدوان اقتحام تعز ويقتلون العشرات من المهاجمين بينهم قياديون. من جديد أهلا بكم. وصل رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري إلى جنيف للمشاركة في مفاوضات حل الأزمة السورية التي من المقرر أن تنطلق غدا الاثنين. مصادر مطلعة قالت إن بشار الجعفري سيلتقي مساء اليوم المبعوث الأممي لسوريا ستيفن دي مستورا للتباحث في إمكانية تذليل المعوقات أو المعوقات التي تهدد انعقاد المفاوضات. هذا وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في وقت سابق مشاركتها في مفاوضات جنيف 3 ودعت جميع الأطراف التي إلى تفضيل مصلحة البلد على المصالح الشخصية. قال وزير الدفاع وزير الخارجية السورية وليد المعلم إن وفد الحكومة سيتوجه إلى جنيف للمشاركة بالمفاوضات المعلم بموقف أو مؤتمر صحفي عقده في دمشق. أوضح إن المرحلة الانتقالية تعني الانتقال إلى دستور جديد، أما موقع الرئاسة فهو ملك للشعب السوري، داعيا دي مستورة إلى التحلي بالموضوعية والحيادية، مبينا أن سوريا ملتزمة باجتياح أو بإنجاح هذه المحادثات. ما قاله ديمستورا عن انتخابات برلمانية ورئاسية خلال 18 شهر. برلمانية هذا نص موجود في وثائق فيينا وبقرار مجلس الأمن. أما الرئاسية فلا يحق له ولا لغيره كائنا من كان أن يتحدث عن انتخابات رئاسية. هي حق حصري للشعب السوري، أريد منه الموضوعية والحيادية. إذا أراد أن ينجح هذا هي الوصفة. أما أن يخرج عن الموضوعية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك أو لهذه الدولة أو تلك فهو مرفوض نهائيا من قبلنا، وهو يحكم على نفسه بالفشل. نحن ملتزمون بإنجاح جنيف بدليل وجود وفدنا الذي سيقوم بالسفر غدا. استبعد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي مستورا وجود أي مخطط آخر بديل لمفاوضات جنيف في حال فشلها، واعتبر دي مستورا أن فرص نجاح مفاوضات جنيف هذه المرة عالية أكثر من السابق لأسباب عدة، أهمها وقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية وانخفاض الاحتقان والاتفاق بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، مشددا على ضرورة مشاركة الأكراد في مفاوضات جنيف 3. دعا مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف أليكسي برودافيكين المعارضة السورية للتخلي عن مطالبها بالتنحي الفوري للرئيس السوري بشار الأسد من منصبه، وقال برودافيكين إن هذه المطالب غير الواقعية، لا يمكن أن تحقق تقدما على الصعيد العملي في مفاوضات جنيف، وأضاف إن هؤلاء المعارضين المتشددين غير جاهزين في الحقيقة لخوض المفاوضات، مشيرا إلى أن جميع الاتهامات الموجهة إلى روسيا بخرقها شروط وقف الأعمال القتالية في سوريا عارية عن الصحة.
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيل 10 انتهاكات لنظام وقف القتال في سوريا خلال 24 ساعة الأخيرة. المركز الروسي في بيان له أكد أن مواقع القوات الحكومية السورية في دمشق تعرضت للقصف المدفعي من الأراضي الواقعة تحت سيطرة إرهابية الجيش الحر. وأضاف البيان أن إرهابي أحرار الشام أطلقوا قذائف الهاون وقذائف صاروخية على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية داخل حي الشيخ مقصود في حلب. قتل الجيش اليمني واللجان الشعبية العشرات من مرتزقة العدوان السعودي، بينهم قياديون، إثر كسر محاولة زحف باتجاه جبل حبشي بمحافظة تعز. كما دكت القوى الصاروخية للجيش واللجان تجمع لمرتزقة العدوان غرب منطقة المشارف بمديرية الوزعية بأربعة صواريخ كاتيوشا أسفرت عن مقتل 8 منهم. إلى ذلك لقي 20 عنصرا من مرتزقة العدوان مصاريعهم بمنطقة الضباب إثر مواجهات مع اللجان الشعبية. مشاهدينا، وبعيدا عن الإرهاصات السياسية، ننتقل وإياكم إلى أخبار الرياضة والزميل محمد. أهلا محمد. أهلا معاد، طاب مساءكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز رياضي، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. إلى تفاصيل الموجز، أهلا بكم. يواصل منتخبنا الوطني وحدثه التدريبية